بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 10/10/22 هو انطلاق المؤتمر الدولي الأول للصحة النفسية الواقع والتحديات نحو رؤية استراتيجية للصحة النفسية في ليبيا. طبعا هذه الفكرة كانت من مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية لإمكانية الوصول إلى نتائج حقيقية فعلية تضمن الخروج بتوصيات للخدمات النفسية والاجتماعية في ليبيا. لا شك أن ليبيا أحد الدول التي تعرضت للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، تولدت عن هذه المشاكل أو الصراعات اللي كانت موجودة العديد من الأمراض النفسية، وبالتالي رأينا أن نقوم بإعداد مؤتمر للخروج بتوصيات. في الحقيقة تم اختيار جامعة الزيتونة كجامعة علمية تزخر بالعديد من الخبرات في هذا التخصص لإمكانية النهوض بهذا الجانب النفسي. طبعا كان لوزارة الشؤون الاجتماعية دور كبير بإشراك أو بالتعاون مع مركز الدراسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، والحقيقة اللي مدونا بالعديد من الخبرات اللي موجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعديد من البيانات، وتم العمل من شهر إبريل أعتقد بدينا العمل في هذا المؤتمر. تواصلنا مع العديد من الدول العربية والدول الأجنبية لتشارك في هذا المؤتمر والخروج بتوصيات مضنية. حقيقة معنا أكثر من 20 دولة حاليا في هذا المؤتمر، من بينها 7 دول موجودين حاليا في ليبيا. كل هذه الورقات البحثية سوف يتم تحليل بياناتها بالكامل ووضع استراتيجية للطب النفسي في ليبيا بإذن الله تعالى بالتعاون مع كل الجهات أو مؤسسات الدولة التي كانت معنا حاضرة في هذا اليوم وبالورقات البحثية. عموما أنا أشكر كل الباحثين، أشكر كل القائمين على إنجاح هذا المؤتمر، أشكر حضراتكم القنوات الإعلامية على رأسهم حضراتكم. بالفعل إن يوم مميز، سوف نقوم بإذن الله تعالى بعرض هذه التوصيات على أصحاب القرار في الدولة الليبية لإمكانية دراستها واعتمادها كاستراتيجية للصحة النفسية. في الحقيقة نعم كانت فيه العديد من الصعوبات، ولكن بفضل الخيرين في جامعة الزيتونة وكذلك مستشفى الرازي ومركز الدراسات حاولنا التواصل بعلاقاتنا الشخصية للدول العربية لإمكانية الإثراء ببحوثهم وإمكانية الوصول إلى بحوث علمية بالفعل ترتقي إلى أن تكون هذه البحوث ذات قيمة علمية لإمكانية عرضها في نهاية مؤتمرنا والخروج بتوصيات لكي يستفيد منها كل العناصر الطبية والطبية المساعدة في مجال الطب النفسي. يعلم الكثير أن ليبيا مرت بسنوات كانت فيها العديد من المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية، ولكن بإذن الله تعالى نقول نحن هنا بإذن الله تعالى وسوف نقدم الأفضل للصحة النفسية في ليبيا بإذن الله.